السلام عليكم يا أصدقاء، في هذه الحلقة سنتعرف على طريقة استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف عبر الفيسبوك. في هذا الدرس سنقوم بشرح هذه الطريقة من خلال الفيسبوك، لأنه يوجد العديد من الأصدقاء الذين واجهتهم يعني صعوبة في استرجاع الأرقام أو أرقام الهاتف الخاصة بهم، سواء من التطبيقات التي قمت بشرحها أو من يعني طريقة الموازنة التي يعني نقوم بها في يعني أكاونت جوجل أكاونت أو حسابات جوجل مثل الجيمايل. ففشلت معهم تلك الطريقة لعدة أسباب، لكن هذه المرة سأريكم طريقة استرجاع أرقام الهاتف المحذوفة من خلال الفيسبوك، وأنا متأكد أن هذه العملية ستنجح مع الكثير منكم يا أصدقاء. ولكي نقوم بذلك سنتجه يا أصدقاء إلى هذا المقال كما تشاهدون، هذا الرابط الذي سوف أترك لكم رابط يعني هذا المقال في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو أو في أول التعليق، وبعد الدخول إليه سواء عبر الكمبيوتر أو عبر الهاتف سنتجه مباشرة إلى الأسفل يا أصدقاء إلى أن نجد هذا الخيار وهو رابط استرجاع الأرقام من الفيسبوك. كما تشاهدون هذا هو الرابط، سنقوم بعمل له نسخ بهذا الشكل، ثم سنقوم بعمل له هنا لصق يا أصدقاء بهذا الشكل، ثم سنضغط على أوكي. كما تشاهدون يا أصدقاء هذه هي أرقام الهاتف المتواجدة في الفيسبوك الخاصة بي أصدقاء. كما تشاهدون هنا نجد العديد من أرقام الهاتف المتواجدة عندي يا أصدقاء، نفس الطريقة معكم أنتم يا أصدقاء، طبقوها وسيتم استرجاع العديد والعديد من أرقام الهاتف المحذوفة لديكم عفوا. كما شاهدتم كانت هذه يعني طريقة استرجاع أرقام الهاتف أو الحصول أو التعرف على أرقام الهاتف الخاصة بكم عبر الفيسبوك. أتمنى أن يكون هذا الدرس البسيط قد نال إعجابكم. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله.